الشيء. إجراءات كورونا وإغلاق معبر إيرز واللي في الضفة أثر علي، تأخرت على جرعتي سنة كاملة، يعني بدأت صحتي شوية شوية تتراجع لورا. في فلسطين، في غزة تحديدا، يعاني مرضى سرطان الأمرين. نحن نعيش في غزة بين معبرين. بالأساس الخروج للعلاج وتلقي العلاج بطريقة التحويلات الطبية عن طريق وزارة الصحة الفلسطينية، إما عن طريق معبر رفح أو عن طريق معبر بيت حنون. في ظل الأزمة الحالية، المرضى بحاجة إلى وجود فحص إثبات خلوهم من الكورونا، وإحنا بندرك تماماً أنه مرضى السرطان هم مناعتهم الأقل وهم الأكثر هشاشة في مواجهة كوفيد-19. الأزمات اللي بتصير في فلسطين هي أزمات مضاعفة عن أي دولة أخرى، يعني أي أزمة سرطان بالعالم بتكون أزمة مؤقتة وبتنحل. إحنا تحت احتلال، إحنا حصار لمدة تزيد عن أكثر من 15 عام، فهذا بيزيد الطين بلة بالنسبة لقضايا السرطان.